طيب اما شبهه خروج عبد الله بن الزبير، اصلا ابن الزبير ما خرج ابدا، كذب صريح واضح. القصه شنو؟ قالوا العلماء قالوا كانت الخلافه والامامه في معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما، وعبد الله بن الزبير بايع معاويه وسمع له واطاع له طاعه كامله في المعروف رهاب عداد. ثم لما مات معاويه ولي يزيد ابن معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عن الجميع، اقر له عبد الله بن الزبير بالامامه وبايعه وكل حاجه. ولما مات يزيد ابن معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عن الجميع، وما كان يزيد عهد بالخلافه لاحد من بعده، ما امر زول بعدي ولا قال امر فلان، مات. وما كان عنده من الابناء الا واحد وهو معاويه ابن يزيد ابن معاويه ابن ابي سفيان. ومعاويه ابن يزيد ذاته مات في خلافه ابوه امامه ابوه، يعني ما حضر موت ابوه ذاته، ما في خليفه، ما في امام. طوالي الناس مشوا لعبد الله بن الزبير، الناس المشوا له ابدا ما هو قال لهم بايعوني ابدا على الامامه. عبد الله بن الزبير بايعوا منه؟ من الناس المشوا بايعوا واحد، بايعه اهل الحجاز جميعا، حجاز كلها بطولة وعرضة جميعا، وبايعه اهل اليمن جميعا، وبايعه اهل مصر، وبايعه اهل العراق وبلاد الشام كلها الا دمشق. اكثر من 90% من المسلمين بايعوا براء، قال له انت الامام، واختاروا الامام مش منصب نفسه، وما في امام هو ذاته عشان هو يمشي يخرج عليه، هو البايعوا الامام. فهمتوا يا جماعه الشبهه بتاعت المجرمين بتاعت دعاه الفتنه؟ شيوخ الاخوان المسلمين كيف كذبوا على الصحابه، يكذبوا على الله، خليه يكذب من الصحابه. الله قالوا خرج في ميدان التحرير، ثاني ما ترجو منهم خير النازل الا يتوب. طيب بل ويقال ان بقيه بني اميه ذاتهم ذهبوا ليبايعوه، وهو مروان ابن عبد الملك جاء ليبايعه، مش هيبايعه، فقابله في الطريق اناس، ده الجدود الاخوان المسلمين اظنهم، قابلوا في الطريق وقالوا له اتبايعه والملك في ابائك؟ فرجعوا مروان، فده بايعه لانه يكون حاكم ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، مش هو خرج على الحاكم، ده الموضوع كله، دي خلاصة الكلام. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقل من خرج على ذي سلطان إلا وكان ما تولد على خروجه من الشر يعني والفساد أعظم مما أراد من الخير، فلا هم أقاموا دينا ولا هم أبقوا دنيا، وإن كان في ذلك بعض الفضلاء من المسلمين. لأنه يقول لك طيب غير الحسين وغير ابن الزبير، خرج فلان وخرج فلان من السلف، ابن تيمية أشار لك قال لك ده ما فيه خير، حتى لو فيه بعض الفضلاء برضه ما فيه شنو خير، لأنه مخالفة لكلام الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديث الطويلة السردناها.